صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 28 لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة إيمان أحمد حسن الدوسري وكيلًا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة الثانية يعين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل من واحد السيد خالد فهد العلوي وكيلا مساعدا لتنمية الصناعة اثنان السيد نبراس محمد علي طالب وكيلا مساعدا للسجل التجاري والشركات